الشعاع وانتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. مؤلفكم الرياضي رؤوف خليف يرحب بكم في هذه المباراة.
على مستوى الأداء والنتيجة والسعي لإنهاء المباراة بكل النجاح. النتيجة هدف لصفر، ونأمل أعزائي المشاهدين بمشاهدة مزيد من الأداء. مع صافرة البداية لباقي الحكاية. لا يمكن وأن تعاول على التقدم بهدف واحد، بهذا تعطي فرصة للمنافس للعودة من جديد. على الفريق أن يفكر في تأمين النتيجة بدون اندفاع، بدلا من البقاء في مناطق الدفاع. كلعبة بينية. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. كلعبة طولية. محاول فك بعض المنافس. سيتم تنفيذ رمية تماس. يبدو أن هنالك تبديل سيجرى الآن، حيث أرى أحد اللاعبين يقف بجوار خط التماس. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share videonya. Terima kasih banyak ya.